ولدها ودج وهج ما حد يطالع فيه من غير الظما والجوع ما تغسل ثيابه من غير الظما والجوع ما تغسل ثيابه ضعيف مقارد البشر دايما تذيه لي صار علم شين قالوا من أسبابه لو انه بعيد ما حضر ما حد يبريه يجرون سمع جر وتقرط بعصابه يجرون سمع جر تذكر حنان أمه وفقدانها يطويه يحضر ويغيب وهو ما ينطق ولا جابه حاله قاضي مره وهم الحقوا تاريه قوم من وها الله برحمه ولا ثابه قوم من تنقفى وانتهى ماني بناسيه يوم ان الثعالب ما بعد صارت ذيابه يوم ان الثعالب ما بعد صارت ذيابه وجودي وجود صغير